لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. اختتمت مساء الأحد فعاليات الدوري الوطني عبد الحي السباعي بالنادي البلدي للتنس بمدينة طنجة في نسخته 25. بفضل التنسيق مع الفيدرالية المغربية الملكية لكرة المضرب يتنظموا هنا يعني دوريات ومسابقات على الصعيد العالمي كالتورنوا ديال الاي تي اف ديال الفيدراسيون انترناسيونال الدولية للتنس وكذلك التورنوا ديال الفوتور. ولما لا تنظم هنايا ان شاء الله لولي اول مرة الجائزة الكبرى للمرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله باش يكون التنس على مستوى مدينة طنجة يقاب يعني بالرقي الكبير والنجاح الكبير. الدوري شهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين المغاربة المصنفين وطنيا من مختلف الفئات السنية. بالنسبة لفرد السيدات اللقب كان من نصيب سلمى لوديلي بعد تفوقها على بشير إناس بمجموعتين لصفر 7-5 و6-4. البرومي سيت كان صعيب شوية حيتاش كنت عييت عاد جيت من أكادير من الصفر، ولكن عرفت كيفاش نجي غير الماتش ونربح السيرفيس ديالي اللي كان هو لو بلوز امبورطون. وفي الدوزيام سيت كنت غاده مزيان ولاشيت شويه، ولكن مورا لي سيبورتير وكل شيء عرفوا كيفاش يموتيفيوني باش نربح الدوزيام سيت ونربح الماتش. اما لدى الرجال عاد اللقب للاعب حمزه كرموسي عن نادي الجمعيه الرياضيه عين سبعه بعد تغلبه في النهائي على حساب ربيع الشاكي. الاخير انسحب في بدايه الجوله الثالثه بداعي الاصابه. الحمد لله شوي تري كونتون دافوار ري سو تورنوا. الحمد لله لي ماتش كانوا في المتناول ابار لا فينال اللي كانت ان بو سيري. De ce fait, je tiens à féliciter Rabih Chaki qui a montré qu'il est un très bon joueur aujourd'hui. Premier set qui me chauffe, je suis allé en 6-3. Deuxième set, je me suis rattrapé le tie-break. Et malheureusement, Rabih il a abandonné le troisième set, il n'a pas pu continuer à cause de la blessure. Alhamdulillah, nous avons eu un semaine de riyad au meilleur niveau. شفنا كره المضرب في هذا النادي اللي تالقت بشكل جد مهم، وان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله غنعرفوا تكون ايديسيون احسن من هذه ان شاء الله. لعبت مزيان الحمد لله، النيفو ديالي شوي ساتيسفي. كنت قدرت نربح المباراه، ربحت السيت الاول ب 6-3 ومن بعد دوزيام سيت خسرته ب 7-6. مالوغوزمون في الديرني بوان ديال السيت جو ان اتيرمون في او نيفو دو لادكتور وعيطت للكيني ولكن ما قدرتش نكمل. وعلى هامش هذا الدوري الوطني تم تكريم مديرة النادي ماجدة مرزوق بعد 32 سنة من العطاء داخل أروقة النادي البلدي للتنس في مدينة طنجة. من خلال 21 أكتوبر 1991 دخلت لهذا النادي، ما عمري عرفت كرة المضرب الصراحة من غير في التلفزيون. ملي دخلت لهذا النادي بغيته وعشقته وعشقت كرة المضرب وعشقت الناس ديالو وبغيتهم وحبيتهم في عائلتي في خوتي، وخدمت الحمد لله بتفاني وبإخلاص وكل عطيت كل ما في جهدي في هذا الكلوب وبغيته بزاف، والحمد لله دابا جات لكل بدايه نهايه. ودابا ما سخيتش بكم وما سخيتش بالنادي، وكنتمنى الاستمراريه وكره المضرب في طنجه تزيد تقدم لقدام ان شاء الله. وحوصنا هذه السنه مع المكتب المسير باش هذا الدواي هذا تزامن مع الذكرى ديال عيد العاشر المجيد، وبهذه المناسبه كنهنئ صاحب الجلاله باسمي واسم اعضاء المكتب المسير سي عبد الحي خلى البصمه ديالو. راه صعيب واحد الشخص يلتزم معك لمده 25 سنه. فهذا درس جميع المستشهرين وجميع الاخوان اللي لاباس عليهم اللي عندهم شويه الامكانيات باش يساعدوا اي رياضه يقاموا بها يقوموا بشي حاجه نهاد الوطن. الدوري لقي استحسان كبير من لدن عشاق التنس طيله اسبوع من المنافسه، وضرب المنظمون موعدا لنسخه جديده صيف السنه المقبله.